طيب خلينا نروح للخبر اللي بعد كده وهنتكلم عن سبورتنج او فريق كره السله النهارده سيدات اللي ضيوفنا في بعد الفاصل. زي ما قلت لحضراتكم انتهينا من بطوله القاهره رايحين على السوبر المصري، السوبر المصري مع فريق سبورتنج. فريق سبورتنج بيعيش افضل حالاته الفنيه خاصه بعد فوزه ببطوله افريقيا للمره الاولى في تاريخه وفي تاريخ مصر، واحنا بننتهز الفرصه الحقيقه عشان نقول لنادي سبورتنج مبروك. مبروك، شرفتوا مصر، انت كنت ممثل مصر في هذه البطوله، بنقول لنادي سبورتنج مبروك، وده ابدا ابدا حاجه تسعدنا ان فريق مصري يفوز ببطوله افريقيا. طبعا كنا نتمنى النادي الاهلي هو اللي يفوز، ولكن عندما يمثل مصر فريق مصري، فريق محترم زي سبورتنج، لازم نوجه له التحيه ونقول له مبروك. ولكن مباراه السوبر القادمه مباراه صعبه، نادي سبورتنج يريد ان هو طبعا يعني يرد اعتباره بعد الفوز، بعد الهزيمه في دوري المرتبط 2-0 من الفريق الكبير، وهنا فريق وفريق راجع بعد ما فاز ببطوله افريقيا، بعد ما فاز على بطل موزمبيق كوستا دي سول بنتيجه 65-58. اذا الحالتين الفريقين في حاله فنيه جيده، فرقتنا الحمد لله فايزه ببطولتين، سبورتنج راجع من افريقيا فاز بافريقيا، فاذا ماتش السوبر لن يكون سهل بمكان. فكابتن طارق خيري محترم المباراه جدا واللاعبات، ودلوقتي الجهاز الفني واللاعبات بيعكفوا ان هم يدرسوا سبورتنج بشكل جيد. طبعا نتمنى التوفيق لفرقتنا. طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان احنا يعني المباراه هتقام يوم 24، يمكن انا ما قلتلكمش ميعاد السوبر، ولكن السوبر يوم 24/12 يعني يوم السبت القادم باذن الله على صاله مجمع الدكتور حسن مصطفى. بالمناسبه هو هيكون للرجال والسيدات في نفس الوقت، يمكن هتكون السيدات الاول الساعه 6 وهيكون الرجال الساعه 8، وقد تتغير المواعيد على حسب البث التلفزيوني. الساعه 4 و6، معلش 4 و6.